الجميع. لذلك أقول وتسقط مقولة لعن الله اليهود والنصارى أحقاد القردة والخنازير، ونقول فليحيى الحب بين الأديان، والأحترم المسيحية خصوصية الإسلامية، لكن أحترم المسيحي وأحترم البقية. دكتور شعر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أتمنى أن يفكر إخواننا في الجانب المسيحي واليهودي في تقديم جائزة نوبل للأخ. تقديم جائزة نوبل. نعم. أي حب يا رجل، أي حب تتحدث عنه؟ أأنت أصدق أم الله الذي يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا تحاول تأويلها، لا تستطيع. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا إن تخليت عن دينك ودخلت في دينهم. كلام من يعرف النوايا ويطلع على الباطن والظاهر ولا تخفى عليه خافية من ألاعيب البشر. بداية، أولا العنوان حوار الأديان السماوية مضلل وأكذوبة. أكذوبة. نعم، ليس هناك أديان سماوية، وإنما الدين عند الله واحد، الإسلام، من لدن آدم إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم ترد كلمة الدين في القرآن ولا في السنة إلا مفردة، لم تأتي مثناة ولا مجموعة. فحكاية الأديان السماوية أكذوبة، وإطفاء صفة السماوية على ما حرفته الكنيسة وحرفه اليهود بشهادة القرآن ونصه، إطلاق السماوية عليها تضليل، تضليل للمسلم ولغير المسلم. تضليل للمسلم لأنها توهمه أن هذه التي يتحدثون عنها حق، كما قال فيما مضى سعيد العشماوي وأمثاله وهم عملاء الماسونية، من يؤمن بالتوراة ومن يؤمن بالإنجيل كمن يؤمن بالقرآن، الثلاثة على حق والثلاثة ناجون. هذا الرجل أسقط الإسلام جملة وأسقط القرآن جملة وكذب القرآن تكذيبا عندما يقول مثل هذا الهراء، وأنا رددت عليه في حينه كثيرا. فحوار الأديان السماوية أكذوبة وتضليل، تضليل لغير المسلم لأنه يحجبه عن البحث عن الحقيقة، لأنه يشعره أنه على حق، أنه وهو ليس على حق، وهو ليس على حال باطل. هذا تزييف وتدليس وتضليل، يعني ثلاث أرباع البشرية على باطل. نعم، ويجعل المسلم أيضا مضللا، لأنه قد يظن ما دامت هذه على حق وهم متفوقون وهم في التقدم المادي والتقدم المدني وفي حي مستوى حياتهم أفضل، لما لا أدخل في اليهودية أو المسيحية ما دامت الكل، ما دام الكل سواء. تضليل باطل لا ينبغي أن نقره بأي شكل من الأشكال. الأمر الآخر، ليس هناك رجال دين بالمفهوم الحق، لا عند النصارى ولا عند اليهود، وإنما هؤلاء. هل يعلم الأخ أن طلائع الاستعمار كان القصص، وأن المستشرقين الذين عبدوا الطريق للاستعمار ولغزو العالم الإسلامي ولتغريب المسلمين عن دينهم كانوا أصلا رجال دين؟ هل يعلم أن المحرضين على الحروب الصليبية وناشر الحقد على الإسلام في أوروبا كانوا رجال دين؟ مع أي رجال يتحدث؟ رجال دين من؟ وشاهد شاهد من أهلها قريبا، البابا المعاصر معروف ما صدر عنه، البابا السابق أطلق سنة 81 9000 مبشر دفعة واحدة في إفريقيا، وحين سئل كان صريحا قال لأصد المادة الإسلامية عن إفريقيا، وحين نزل أرض مصر قبلها وقال الناس يا سلام تواضع، قلت كذبتم وجهلتم، وإنما قبلها قبلة رمزية تقول كما قال الليمبي ها نحن عدنا يا صلاح الدين، ومعناه أن مصر ستعود مسيحية كما كانت قبل الإسلام. مع من نتحاور
ثم هذا الحوار كما ورد في المقدمة حوار الحمل مع الذئب، والحمل هو الطرف المسلم والذئب هو الطرف الآخر. وحين أختار رمز الحمل فلأن المسلم مقيد بقيود، أول قيد منها أن دينه يلزمه بأن يعترف بموسى ويعترف بعيسى.